دينا المحلات ديالنا كيف ما العاده مع هذيك تسعود كيف ما كيامر لنا ديال الاحترام ديال التدابير الاحترازيه ديال كوفيد 19. وصلت للدار كل ما ديك العشرة ونص جاتني الخبر بان كاين الحريق في سوق كاسابراتا. جيت كنجري كنجبر بان فعلا كاين الحريق واخا ما حددناش الاتجاه او الموقع اللي فيه الحريق. جينا جبرنا الوقايه المدنيه جبرناها موجوده حاضره وبالفضل ديالها والفضل الله سبحانه وتعالى تم تطويق هذا الحريق هذا وبالتعاون ديال طبعا يعني السلطه المحليه اللي طوقت المكان باش ما وصلوش هذيك باش بقاش العمليه ديال النهب والسرقه بحال المره السابقه. الخسائر الى قلت لك مثلا الخسائر ربما نكون ربما الناس يعتقدوا بانني انا بالغت في الحجم ديال الخسائر، ولكن يعني نوريك الفيديو ديال المحل ديالي قبل ما يتحرق بالبضاعه اللي فيه والنوع البضاعه والمحل باش مهيئ بطريقه باش مهيئ فعلا مع حتى شي واحد ما غادي يشك في الحجم ديال الخسائر. الخسائر كانت كبيره وفعلا انا متضرر بواحد الشكل كبير، ورغم ذلك الحمد لله كنقول الحمد لله لان جات غير فينا احنا في هذا العدد هذا هو ما كانش الخسائر ما عمتش السوق كامل، هذا هو الاهم بالنسبه لنا. اللي كنتمنى ان شاء الله من الان فصاعدا وتعاود تجدد ديك اللقاءات مع السيد الوالي من اجل الوصول لهذاك البرنامج ديال اعاده التهيئه ديال السوق باش نتفاداو مثل هاد الكوارث هذه. وحنا دابا يلاه تحرقنا يلاه كنا خرجنا بدينا كنخرجوا من الصدمه الاولى ديال الحريق الاول، فاذا بنا الان كنتفاجئوا بالحريق جديد. يعني هذاك الشيء اللي خدمناه واللي تعبنا باش نرجعوا الديون السابقه الان زبرنا راسنا حنايا الان عاود غارق في الديون. الخسائر ما نقدروش نهضروا عليها، خسائر لا يحصى، فهمت؟ ما نقدروش نهضروا خسائر، فهمتي؟ والحاجه الوحيده اللي هي فهمتي حنا كان فهمتي اللي فرحنا بها هو السوق بقى مسيره بقات مشى. نسالوا شي اخوان ديالنا وفهمتي بقات امور هايضة على كل حال الحمد لله. شنو نوع السلعه اللي عندك معاك؟ مبليس اساس منزليه فهمتي، وكل محل فيه ثلاثه الاسر اربعه الاسر خمسه الاسر فهمتي والحمد لله. ملي بقى السوق وبقات مسيره مشاهدة كنطلبوا الله خير والحمد لله على كل خير. بالنسبه للخسائر راه كاين كارثيه. وصلنا الخبر كنا في الديور ديالنا تعيطوا لنا قالوا لنا راه السوق كيتحرق، جينا صحابنا يعني باقا نلحقوا شي حاجه ولا نعتقوا شي حاجه ولا هادي، جينا سمحنا في رزقنا وبقينا كنتعاونوا مع الناس هنايا باش ما يتمشيش السوق كامل ان شاء الله. عندي من نوع ديال الصالونيس اوروبيان السيلان بلديان الطباليد الديكورات الرويقان، المهم الحاجه اللي كتعلق بالاساس المنزليه كامله كلشي مشى ما بقات فيها حتى شي حاجه. نطلبوا الله الحمد لله ملي ما بقاتش في السوق كامل هذيك هي الدنيا وما فيها. اي والله جات فينا فحال اللي ما جات حتى شي حاجه، فحال الا ما تحرقناش هذاك هو الربح ديالنا حنايا. اما الا كان مشى السوق كامل ديك الساعه كلشي كان يتدمر. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.